ثلاثة الأطباق باش يكونوا ناجحين بالنسبة للبصيلة، أول حاجة خاصة فاش تطيب تكون شي حاجة اللي مزيانة صحية وتكون ما كتلصقش. ثانيا تكون الورقة، الورقة حتى هي خاصة تكون من نوع جيد، والورقة باش تنجح راه ماشي كلشي كيديرها زوينة، خاصة تكون من نوع جيد. وملي نجيبوها للدار ضروري خاصنا نديروها في الزيت، ندهنوها بشوية الزيت باش ما تلصقش. والحشوة ضروري ضروري خاص السيده قبل ما تعمر البصيله ديالها تنشفها مزيان، لان الا ما كانش ناشفه راه داك الماء كيخسر ليها البصيله ديالها. وحتى الجوده تكون حتى في الدجاج تكون، الا كانت السمك خاص يكون السمك يكون جديد. وبالنسبه للقرمشه باش تجينا البصيله مقرمشه نحاولوا ما امكن نحيدوا الزبده وندهنوها بالزيت، لان الزيت هو اللي كيدير ديك القرمشه ديالها ماشي الزبده. الزبده كترطبها، الزبده الجديده نديروها في الداخل ديال الحشو، ما نديروهاش في على برا، لان ديك القرمشه اللي بغيناها تكون خاصها تكون عندنا من الخارج ماشي من الداخل. الكسكسو، بالنسبه للكسكسو، الكسكسو دابا تبارك الله عاد تيتباع موجود في المحلات. في زمان كنا كناخذوا الزرع كنطحنوه كنغربلوه كنعزلوا السميده من هذه باش يجينا صحي. دابا تبارك الله الكسكسو موجود في جميع المحلات موجود. بالنسبه للكسكسو انا غادي نعطيك الطريقه ديالي كيفاش كندير السميد. الا خديت الباكيه ديال الكسكسو كنجيبها كنغسلها بالماء، كنعمر عليها الماء، كنخوي الماء، كنديرها في شي باسوار باش كتسقطر، وكندهنها بالزيت وكنبقى حداها كل مره كنحلها تنخليها ما تنعاودش نزيدها الماء. كنزيدها لاصوص ملي كيطيب الكسكسو باش ديك لاصوص ديالو تدخل لينا في الكسكسو، ما كنكثروش الكسكسو فيه الماء، باش كانت ديك لاصوص اللي كيطيب فيها اللحم والخضره هي اللي كتدخل الكسكسو باش كتعطينا شي. ونصيحه ضروري الكسكسو خاصو يفور ثلاثه د المرات باش ما يضرش. الطاجين الا كان جديد باش ينجح ليها 100% تاخذوا ديروا في الماء 24 ساعه، ترقدوا في الماء. ملي ترقدوا في الماء 24 ساعه تحيدوا من الماء، لو لوندومان تحيدوا من الماء وتاخذ دوك البقايا ديال الخضر اللي عندها. الا كانت غادي دير الغداء نقات خيزو نقات البطاطا تاخذ هذوك الجلود، لان هذوك ولا تاخذ بطاطات وديرهم في الطاجين ودير عليه الماء ودير بحال كطيبو عادي وتخلي ما ديرش فيه الزيت. نصيحه ما ديرش الزيت في الطاجين، لان الا درت فيه الزيت راه كيشرب الزيت، ووقت ما طيبت شي ماكله كيطلق ليها داك لوغو ديال الزيت. دير فيه هاد الخضره وتخليه حتى كيطيب، حتى كتبدا تطيب الخضره كترمي داك الخضره في حالاتها صافي، وكتخلي تيوجد ليها الطاجين وكيجيها ناجح 100%. وباش ما يتحرقش ليها اللحم، الا ممكن اي سيده تاخذ القصب، راه معروف القصب شنو هو، القصب دي باش كيصيدوا الصياده تيديروا في قصبه هذاك القصب تاخذوا تقطعوه على الحجم ديال الدوره ديال الطاجين، ياك تقطعوا على الحجم ديال الدوره الطاجين، دير واحد 12 ولا 10 ديال القصيبات في القاع ديال الطاجين، وعاد تحط عليهم عويضه ديال الربيع وتحط اللحم ديالو ودير فوق منه الخضره، ما كيتحرقش بصفه نهائيه، لان هذاك القصب كيلقى ليها على اللحم وعلى كيلقى ليها وتيجي الطاجين زوين. ودير اللحم، اللحم هو الاول في الطاجين مع الزيت، تقليه من جميع الجوانب، عاد تزيد دير عليه الخضره ودير عليه، راه هو كيطيب في نفس الوقت. الا كان اللحم جديد صغير دغيا كيطيب ليها. كنوجه تحيه وشكر لجميع المستمعات ديال لالا بلوس.